السلام عليكم مشاهدي الكرام ومتتبعي قناة مطبخي من هولندا. وصفتنا لهذا اليوم دجاج بالزيتون مشأمل. دجاج مشأمل بوحدو والزيتون مشأمل بوحدو، ولكن من بعد غادي نجمعهم في طويجين واحد. اولا عندي الدجاج مغسول مزيان محكوك بالحامض والملح والطحين، وقلعت له الجلده باش تمشي منه هذيك الزفوقه نتاعو كامله. نبداو على بركة الله، نبداو الوصفة نتاعنا. غنسول الأول، غادي نصاوبو الشأمولة اللي غادي نشأملو بها الدجاج، دقيقة الليم، دقيقة الثوم عفوا، جوج نتاع الفصوص نتاع الثوم، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة نتاع سكنجبير، نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم، نص معلقة صغيرة ديال القصبة يابس، تقريبا نص معلقة ديال البزار، حبة كحلة ما وصلش نص معلقة، والعصير تاع نص حامضة، والقصبة والمعدنوس مقطعهم مقاهم. دايما في الدجاج غادي نحتاج واحد الكمية نتاع 4 ديال المعالق تقريبا، واحد الملعقتين خليتهم باش غنشمل فيهم الزيتون، وواحد جوج معالق نتاع الماء اللي غادي نجمع بهم غنخلط بهم هاد الشموله هادي. ونبدا على بركه الله نشمل الدجاج نتاعي. انا موجده هنا بواحد ساعتين قبل شملت الدجاج هو الاول، وغطيته ودأته في الثلاجه حتى يقارب وقت الطياب، يقارب وقت النصيب وغادي نجبدو. غادي نبداو دابا نصبو الطاجين تاعنا. انا مقبل دقيقه واحده 4 ديال المعالق ديال الماء في الطاجين، ودات له الحديده لتحت، دقيقه واحد الحديده فوق البوطه عاد حط عليها الطاجين باش ما يتحرقليش الطاجين وباش ما يطقطقش كذلك. دات كميه قليله من الزيت، دات جوج ديال البصيلات مشلضين، وغادي نضيف لهم دابا الدجاج اللي سبق لي مشأملاه، وكنخليهم يتشحقوا مع بعضياتهم على معتدله، حيت دابا ديك الحديده اللي لتحت راها شاده القويه على الطاجين باش ما يتطقش. كنضيف له كميه قليله من زيت الزيتون، وكيف كتشوفوا انا دايقه واحد شي شويه نتاع زعفران شعاعه، زعفران الحوق، دايقه في واحد زليفه ديال الماء، وبها باش كنقوي الطاجين ماء. ضفت واحد ربوع حامضه مصيئه، صافي وغطيت على الطاجين وخليته يطيب. فواحد طنجره صغيره بدات واحد الفص من الثوم في كميه نتاع معلقه نتاع الزيت اولا معلقه ونص، حتى كتقلى هذيك الثوم، وكنضيف لها واحد المطيشه. هي هذه الشامو دابا كنوجد شاموله اللي غندي فيها الزيتون. صافي كنديها على نار مهيله باش نخلي نعطي الوقت لهذيك مطيشه باش تطلق الماء ديالها. ضفت لها مقدار نتاع جوج ديال المعالق نتاع القزبر والمعدنوس اللي خليتهم متشامين نتاع الدجاج، واحد ربع معلقه نتاع التحميره، ربع معلقه نتاع الكمون. ما نقطعش التوابل حيت عندي حيت اصلا يعني الطاجين نتاع الدجاج متبل مزيان. كنخليهم يتقلاو على نار مهيله، كنضيف مقدار معلقه صغيره نتاع الحامض المصيه او اللي مؤقت، وكنضيف لهم الزيتون. الزيتون كميه الزيتون كتوقف على حسب عدد الافراد اللي نتوما موجودين لهم طويجين، واحد الخويط ديال زيت الزيتون. صافي وكنخلطهم نخليهم يمتزجوا مع بعضياتهم. كنغطي عليهم واحد دقيقه ولا جوج دقائق حتى كيغلي، وكندوق الملح حيت انا ما دايقاش الملح، حيت الزيتون اصلا مؤقت في الملح مشايينو هكاك، والحامض المصيه مطبينو في مؤقت في الملح حتى هو. داكشي علاش ما بغيتش نسبق الملح. الطاجين تاعي ها هو وجد،
الزيتون مشى ملح كذلك. غادي دابا قبل واحد 5 دقائق قبل ما كنطفي على الطاجين كنضيف له هذاك الزيتون. اصلا مرحله هذه المرحله نتاع التشميله نتاع الطاجين كنديروها حتى كيكون صافي الطاجين تاعنا على الغادي يوجد. واصلا الطاجين تاع الدجاج ما كيشدش وقت بزاف في الطياب. صافي كنبدا نهز من المائق وكنبقى نحاول باش ينسجم هذاك الزيتون المشمل مع المائق اللي طاب فيه الدجاج. كيف كتشوفوا جاي التمائق نتاع الدجاج جايه معسله طلقه الخيط بهذاك الحامض المصي اللي طايب فيه وكذلك بهذاك زعفران شعاعه. صافي كنبدا نحاول باش انه نسقي هذاك الزيتون ونسقي الدجاج. اصلا الطاجين يعني المده نتاع الطياب كامله وانا كل ما كنسقيه يعني كنهز بالمعلقه الماء وكنسقي به هذاك الدجاج. هو هذا الطاجين تاعنا، طاجين بالدجاج والزيتون مشامل. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا ابوني لباقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.